مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن في العاصمة الليبية طرابلس، تحديدا في أحد الحدائق، حيث سنستضيف مجموعة من الشباب لنتحدث معهم عن آخر الأوضاع في ليبيا، خاصة مع المجلس الرئاسي الجديد وكذلك أيضا حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك أيضا يعني مرور الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير. سيكون معي مجموعة من الشباب، تفضلوا معي الاثنين، يعني مجموعة من الشباب نسألهم عبر هذا اللقاء عن الأوضاع بشكل عام خاصة. تفضل يا عبد الرحمن. يعني الجزيرة المباشر دائما نرصد في آراء الناس بشكل عام والشباب بشكل خاص، خاصة في ذكرى الثورة بعد 10 سنوات من الأوضاع التي تمر على ليبيا والتغيرات السياسية والاقتصادية بشكل عام. يعني بداية نتعرفوا بحضرتكم وبعدين ندخل في موضوع الأسئلة. شهاب العامري، طالب في كلية الهندسة وناشط مهتم بالشأن الليبي. عبد الرحمن المبروك، ناشط في المجتمع المدني ومهتم أيضا بالشأن الليبي. يعني تمام، سعيد جدا إني يعني تكون مقابلة هذه ثرية بأكيد، يعني في الصفات اللي شفتها هذه. يعني بداية 10 سنوات شهاب، كيف تشوف الوضع في ليبيا بشكل عام، خاصة الوضع السياسي والاقتصادي الآن بعد 10 سنوات؟ هل في تحسن السنة هذه على السنة الماضية من الناحية الاقتصادية للمواطن بشكل عام؟ يعني كيف الأوضاع تقدر توصفها لنا بشكل عام؟ والله بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأوضاع الحقيقة لا تخفى على أحد، يعني خلال 10 سنوات الماضية من ثورة 17 فبراير لا يوجد أي شيء ملموس قدر المواطن يستفيد منه، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الأمنية أو حتى من ناحية المشاركات السياسية. يعني الوضع كما هو عليه من 2011 إلى الآن، الوضع كما هو عليه ما تغيرش برغم من توالي الحكومات، العديد من الحكومات شدت سواء كانت في المنطقة الشرقية أو المنطقة الغربية. الشباب ما خداش فرصته وما خداش حقه في هذا الجانب. من ناحية الأمنية للأمانة الانقسامات الأمنية قاعدين نشبه فيها التشكيلات نفس الشيء، ما فيش أي حل جذري كان للموضوع هذا، فنشبه في الوضع يعني قاعد كل يوم في الأسوأ، كل يوم في الأسوأ. احنا بدينا نقوله إن شاء الله العام الجاي ما يكون نفس اللي قبله، ولكن للأسف يعني كل عام يجي أسوأ من عام، كل عام أسوأ من عام، فما فيش تغيرات ولا تحسنات نهائيا يعني من 2011 إلى الآن. تمام، لكن أتوقع أن الناس تطلع تحتفل في ذكرى الثورة. يعني السنة اللي فاتت ربما كانت في حرب وكانت الأوضاع ربما أصعب من هذا الوقت، ولكن رأينا ناس تطلع في الميدان وفي الشوارع واحتفلت بذكرى الثورة. ما هو الدافع يعني في ظل الظروف اللي حكيتها، ولكن في ناس تطلع قاعدة ربما تحتفل بذكرى هذه الثورة، يعني ما المعنى والمقصود من هذا؟ بالنسبة لاحتفالات المواطنين بذكرى 17 فبراير، هذه ذكرى احنا يعني نحتفلوا بها مش لان التو الساسة اللي قاعدين يحكموا فينا هم سبب الخراب، لا لا لا، هذا احنا ما لناش علاقة به. هذه ثورة 17 فبراير ثورة قاموا بها الشباب، قاموا بها الشعب الليبي. في النهاية كانت الغاية منها أن تكون الأوضاع المعيشية أفضل، الأوضاع الأمنية تكون أحسن، تكون دولة ديمقراطية، دولة مؤسسات، دولة تكون فيها تعددية. يعني إحنا ما منربطوش السياسيين الحاليين اللي قاعدين مفسدين البلاد، منربطهمش بثورة 17 فبراير نهائيا. فأعتقد أن الناس هتطلع تحتفل حتى السنة هذه زي السنوات اللي فاتت، وممكن السنة دي هتكون أحسن خصوصا بعد وجود مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية، فان شاء الله نتوقع انها تكون في احتفالات. طيب نستاذنكم بس ندخل معنا الاخت خديجه، هي ايضا حتكون معنا من ضمن الحلقه، بس لو تجيش شهاب هنا لو سمحت، وكذلك ايضا خديجه في اي مكان بس بحيث ان احنا نكمله. شهاب خليك قريب بحيث ان احنا المايك نقدر ننقله بيناتكم، لان المايك فيه يعني خيط. يعني لو حولت نفس السؤال اللي حكيته لشهاب اللي هو عن موضوع ذكرى الثورة حولته لك أنت، ما هي الإجابة التي تتطلب؟ بداية تحياتي لأسرة القناة وتحياتي لاستضافتك والمشاهدين الكرماء. تمام، خلونا نكون متفقين على شيء أساسي، وهو أن الذكرى بتاع 17 عفوا الذكرى بتاع 17 فبراير ما هيش الميزة في الرقم نفسه أو الاحتفال، ما هوش في اليوم نفسه، الاحتفال بالحدث نفسه. تمام، يعني لو كانت الحدث اللي اجمع الآراء متاع المجتمع كله اللي طلع وانتفض في يوم معين في أي يوم آخر لكنا احتفلنا به في أي يوم. هذه بداية. ثانيا، رغم الصراعات والحروب التي عشناها في 10 سنوات اللي فاتت، رغم ما فيش ربما عائلة ليبية ما فقدتش سواء كانت من أموال أو أنفس أو تمرات وغيرها. تمام، وشفنا كل الفساد في الأرض في الجو والأرض والبحر يعني حقيقة،
ولكن بالرغم من هذا كله تمام يبقى الأمل موجود في الليبيين، والدليل على ذلك أن إلى غاية اليوم المؤسسات الحكومية قاعدة تشتغل في ليبيا، بل والبناء قاعد والمعمار قاعد يشتغل على ساق تمام. ربما المآسي اللي مرينا بها تضعفنا وتتسبب في نكسات في الشخصية في شخوصنا احنا كليبيين تمام، وربما المشاركة متاعنا نحن كشباب ما حضيناش بحقنا تمام في المشاركة هذه، سواء كان سياسيا أو حتى في مجالات أخرى. أنا نتكلم بصفتي ناشط في مجتمع مدني تمام، وعندي مؤسسة اسمها بسمة مسلم، مش تسويق لها الآن ولكن اشتغلنا في كذا مكان سواء كان في طرابلس أو خارج طرابلس. الفرصة زي هذه ما كانتش متاحة ربما في أوقات سابقة، اليوم الحمد لله حظينا بالتجربة هذه بغض النظر عن نتائجها كانت سلبية أو إيجابية تمام. الفكرة في التجربة في حد ذاتها تمام هذا يعتبر مكسب لنا احنا. نحن لا ننتظر المكسب أن يكون اليوم، ولكن نتائج المكاسب قد تكون في سنوات قادمة، قد لا أعيش أنا اللي أراها ولكن يعيش غيري لرؤيتها. فهذا في الأساس بس يعني إجابة على سؤال حضرتك. أما من ناحية الاحتفال فزي ما سبقت وقلت لك احنا حنحتفل بها في كل سنة، بل نحتفل بها في كل يوم وفي كل ساعة، بل كل فرد يقوم بأي عمل تماما وواجب وطني هو في حقيقة الأمر يحتفل باستقلال ليبيا ويحتفل بثورة ليبيا في, في, في كل مكان في أرجاء ليبيا. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كنت تتكلم على السنة هذه فدعني أبشرك أن السنة هذه تحديدا تمام الشعب الليبي ليه 10 أيام قبل ثورة 17 فبراير هو يحتفل منذ إنشاء الحكومة الجديدة تمام، وحيحتفل إلى غاية يوم 17 فبراير وبعد 17 فبراير. أعتقد أن الشعب الليبي خرج من عنق الزجاجة الذي كنا نتكلم عليه، وهذا وجهة نظري حقيقة. طيب حنرجع لك في موضوع الحكومة والمجلس الرئاسي الجديد، بس علينا خلينا نرحبوا بالضيفة اللي ضفتنا الآن يعني خديجة. بداية يعني عارفين بنفسك وكذلك بعد 10 سنوات من ذكرى ثورة 17 فبراير، كيف ترين هذه الذكرى بعد 10 سنوات وكيف بتمر عليك هذه الذكرى؟ خديجة الورفلي، مستشارة قانونية ومحامية في مكتب محاماة. إجابة على سؤالك يعني 10 سنوات احنا قاعدين نحتفلوا بها كأنها السنة الأولى ل 17 فبراير، احتفالا بالشهداء، احتفالا إكراما بما قدموه من تضحيات من ما مر علينا احنا الليبيين. يعني شو بنقول لك، يعني قصدي هي فرحتها عنا عيد، يعني عيد وطني، عيد استقلال، عيد فرحتي بقى ما تتعبرش بصراحة. يعني حتى لو يقولوا لي مثلا في وقت الحروب وقت عشان قدمتها 17 فبراير خلال مدة 10، انا يكفيني ان احنا ما قدمنا من اجلها رجال وتضحيات، و قصدي على قد ما نقول عليها يعني شوية ما نقدرش نعبر على مشاعري تجاهه. وبالرغم من الاحتفال حنحتفله، حنضل نحتفله بإذن الله لنتحقق أهدافها. طيب هي طبعا من الأوضاع، مع أن الأوضاع الصعبة وإحنا هذه متفقين فيها أعتقد كليا. شهاب لو تقرب شوية بتحسمش يا شهاب، خلي الموضوع فليكس والمرن، يعني جزيرة مباشر قناة يعني من الشارع وفيها موضوع رسمية وإحنا شباب يعني تمام. لكن إحنا خلينا نكون واقعين، كنا نتفق إنه في وضع صعب تمر به ليبيا، يعني إلى متى تتوقع أنه حتبقى الأمور بهذه الكيفية، خاصة إحنا الآن مع مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة؟ ما نقدرش نقول لك إلى متى، هذه شيء بيد الله عز وجل أو قبل كل شيء. لكن لو إحنا كتفنا وحطينا إيدين في إيدين بعض وكانت الحكومة هذه جاءت موافقة لمتطلبات الشعب خصوصا أسر الشهداء، يعني أنا بصراحة الحاجة الأكيد اللي نأكد عليها هي حماية حقوق أسر الشهداء، لأنهم هم اللي قدموا لنا التضحية هذه، هم اللي قدموا لنا العيد هذا، هم اللي قدموا لنا العرس الليبي. فننظر هنا هي بإذن الله، بإذن الله لها مستقبل يعني ماشي في البلاد كويس. طيب طيب شهاب خلينا نمشي للسؤال اللي مهم جدا في هذه يعني اللمه الحلوه مع الشباب. المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومه عبد الحميد البيبر، حكومه جديده ربما حسب يعني تسريباتنا هي حتكون 24 وزارة تمام، يعني حكومه جديده بالكامل ب 24 وزارة، ورقم كبير اذا كان 24 وزارة. يعني ما هو المتوقع من مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة؟ هل تتوقع أن يصير في توحد على مستوى ليبيا، يعني الأقاليم الثلاثة، خاصة زي ما نعرف أنه كان في حكومة في الشرق وحكومة في الغرب؟
بخصوص الموضوع المجلس الرئاسي الجديد او حكومه الوحده الوطنيه، انا في اعتقادي وعلى تقديري ان نقول ان باذن الله حينجح المجلس الرئاسي الجديد في ما هي العوامل اللي شفتها ان هي ربما تخليه ينجح؟ بدايه من زيارته في لمدينه طبرق ومدينه بنغازي واستقباله من قبل الاهالي، ايضا فرحه شباب البركان بفوز هذه القائمه، فكل هذه مؤشرات تعطيك ان باذن الله الحكومه هذه تقدر تدير لمسه او تحط حجر الاساس في توحيد مؤسسات الدوله الليبيه وفي توحيد جميع مقدراتها، ايضا حتدير مصالحه وطنيه بين جميع افراد الشعب الليبي سواء كان في الشرق او في الجنوب او في المنطقه الغربيه. شبابنا عيوق، شبابنا معاش عندهم القدره انهم يقاتلوا انهم يحاربوا انهم يكونوا وقود لهذه الحروب. شباب الان حاليا كلهم متحمسين ومتحفزين للحكومه الجديده، متحفزين للمجلس الرئاسي الجديد، عباره عن وجوه كلها جديده، ما شاركتش من قبل في صراعات، ما شاركتش في حروب، ما كانتش عندها دوافع سياسيه فيما سبق، فاحنا باذن الله متفائلين، يعني كلها عباره عن مؤشرات وعوامل ومعطيات تؤدي الى طريق واحده وهي الوحده الوطنيه باذن الله تعالى. هل تتوقع انه يكون للشباب دور في الحكومه الجديده؟ دائما بنشوف الشباب انهم وقود الحرب، يعني خلينا نكلمه بصراحه، لكن لما نجي نشوف المناصب او المكاسب بشكل عام نلقوا الوجوه كلها يعني بعيده عن موضوع الشباب، هل تتوقع يكون في محاصصه شبابيه زي في محاصصه قبليه وهويه؟ والله شوف باش نكون معك واضح اخوي صهيب، انا ما نتمناش ان يكون في دور للشباب في الحكومه هذه لسبب واحد فقط، وان هذه حتكون حكومه انتقاليه او حكومه مرحليه، احنا نتمنى ان الشباب يشاركوا وتكون مشاركتهم فعليه وليس مشاركه مبنيه على محاصصه، مشاركه تكون مبنيه على كفاءه، مشاركه الشباب تكون مشاركه دائمه بحيث ان اللي يتقلد منصب الان احتمال ان يكون ما عندهاش دور في الاستحقاق الانتخابي القادم سواء كان برلماني او رئاسي، فاحنا نتمنى ان الشباب حاليا تتخذ مسارين، تمشي للمسار الحكم المحلي اللي هو البلديات تتجه للانتخابات ليه، وايضا تجهز نفسها للمسار البرلماني، اما اعتقد ان هي تكون تو تخش او تحصل مناصب ومكاسب في حكومه الوحده الوطنيه، اعتقد ان هي غير منصفه للامانه للعديد من الكفاءات الشبابيه، فمن وجهه نظري من رايي ان الافضل ان الشباب ما تكونش دير لهم دور رسمي او في الواجهه سواء كان وكيل وزارة أو وزير أو أي صفة تكون يعني لها ثقلها، بالعكس أنهم يأخذوا وقتهم في المرحلة القادمة أفضل. طيب نحوله بسؤال هذا لأكاي. أكاي، مجلس الرئاسي اللي فات اللي هو السابق اللي هو اللي كان على رأسه أو إلى الآن لازال لم يسلم مهامه رسمية لمجلس الرئاسي الجديد، كانت مهمته يعني من المفترض أن تكون 18 شهرا، ونحن الآن دخلنا في 5 أو بعد 5 سنوات حوالي 6 سنوات والمجلس الرئاسي لازال على رأس الهرم، هل تتوقع أن يكون هناك يعني التزام للحكومة والرئاسة الجديد بأن يكون موعد انتخابات في 24 ديسمبر القادم كما يعني أكدت ذلك البعثة الأممية في أكثر من مرة؟ بداية لو تميل الكاميرا شوية كاي بعد إنه. بداية اللي بنأكد عليه أو لنفرحة الشعب الليبي كله طبعا باتخاذ يعني مجلس رئاسي جديد تمام، وكلنا شفنا المباركة الدولية اللي احضى بها المجلس هذا والعزومات يعني نقدر نقوله أو الزيارات المرتقبة ليه في أكثر من بلد كان تفاعل في المشاكل والأزمات اللي كانت في ليبيا، هذا من ناحية البداية. ثانيا فيه أركان معينة نقدر نعتمد عليها تورينا أو تعطينا نقطة أمل، فهمت كيف النجاح هذا بعد المباركات هي أن لم شمل بين الشرق والغرب وشفنا اتفاق يعني حتى محلي على القائمة هذه تمام، وأيضا يعني عندنا خطة مسبقة ومفروض هي مطروحة تمام للمجلس هذا وهي مرتبة أعتقد في شهور معينة تمام، فهذا هذه الأساسيات حتى الرئاسي الأول اللي كان في انتصاراش كانت مرتبة النقاط أنه هو يسلم أو يقوم بانتخابات بعد 18 شهرا فعلا، ولكن يعني اولا فيه ضغط اكبر نشوفوه ضغط دولي تمام اكبر على الرئاسي الجديد، هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه اعتقد ان هم شافوا التجربه السابقه لهم للمجلس الرئاسي الاول، فلا اعتقد ان من صحيح ان الواحد حيحرق نفسه في فتره بسيطه جدا من اجل انه هو يقضي مثلا مصلحه او يسبب في فساد تمام. وبصراحه يعني خلينا نقول ان الوجوه اللي نشوف فيها إلى جانب الوجوه السابقة، ولكن فعلا نرى أن قلبها على الوطن تمام، ومحدش حيتقدم تمام لمسؤولية زي هذه في وقت راهن زي هذا. هذا من ناحية.
أما بالنسبة لي الإمكانية أن إنجاز المهمة في مجرد 10 شهور أو 10 إلا أنا نشوفها مهمة صعبة جدا، ولكن المسؤولية الأساسية لحكومة زي هذه حتكون في أن تقضي بس الحاجات اللي تمس المواطن بالدرجة القصوى، يعني بدرجة بشكل مباشر نقدر نقوله الاقتصاد، أزمة الاقتصادية، حاول حل مشكلة السيولة هذا من ناحية، ومشكلة مثلا المرافق الصحية نقصد بها الصرف الصحي والقمامة، هذا من جانب تمام. والجانب الثاني هو جانب تأسيسي، احنا نتكلم على تأسيس الانتخابات، تأسيس للدستور تمام، وهذا كله يعني موجود في الخطة الأممية، ويعتمد بس على ايش، على حاجتين، انك انت تطبق الشيء هذا نفسه، تطبق الخطة بحذافيرها اللي هي خارطة الطريق نقدر نسموها، والشيء الثاني انك انت تستفيد من الخبرات الدولية اللي عندك، انت امامك الامكانيات متاحة انك تستقطب اي خبرات دولية من اي بلد في العالم، واحنا عارفين ان في كثير من الدول مروا بنفس الازمات هذه وعرفوا ان يخرجوا منها بالطريقة الصحيحة، فهذه بامكانك انك تستفيد منها. فتأملاتنا وتفاؤلاتنا كلها عالية جدا تمام، ولا اعتقد ان فيه ليبي مازال يستنى ان تتطور الازمة اكثر من هيك. طيب سؤال اللي بيك جاوب عليه باختصار، يعني الان اذا ما رجعت انتخاب، حنعمم السؤال هذا لانهم جدا، اذا كان هناك انتخابات في 24 ديسمبر القادم، هل تتوقع أن يكون في إقبال على من قبل المواطنين على انتخابات، خاصة نحن عندنا الآن انتخابات مجالس بلدية، يعني مثلا طرابلس المركز 6000 ناخب فقط لبلدية طرابلس المركز، يعني ما فيش إقبال على موضوع الانتخابات، هل تتوقع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة يكون في إقبال من قبل المواطنين على الانتخابات؟ بكل اختصار طبعا حنكون معك واقعي جدا، ثقافة الانتخاب لا يمكن خلقها في يوم وليلة تمام، يعني تحتاج لمجموعة من السنين، لكن المكسب الحقيقي هو في ممارسة الديمقراطية في حد ذاتها تمام، يعني انك انت تمارس وتستمر على النظام الانتخابي اللي يتكون سواء كان بفترات ثلاثية او رباعية او خماسية تمام، هنا المكسب الحقيقي ليك. الرئاسة راهو ماهوش الغاية، الرئاسة عبارة عن أداة تمام، ومجرد أن يفهم الشعب كل النقطة هذه تصبح الرئاسة راهو أسهل منها ما فيش من ناحية الوصول، ولكن التنفيذ هو اللي حيكون صعب، وزي ما قلت لك الفكرة كلها في الممارسة نفسها. طيب يعني طيب شكرا جزيلا لك كاي. حول السؤال لخديجة، يعني هل تتوقع أن يكون في إقبال لموضوع الانتخابات إذا كان هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في نهاية هذه السنة؟ أتوقع، ولكن بتعميم ندوات، تعميم ندوات قصدي فتوحات، قصدي يديروا أكثر من ندوة، يعني خصوصا استمداد الشعب لمؤسسات المجتمع المدني، لأن الشعب أغلب الشعب جاهل بالأشياء يعني. ونضيف كلامي اللي اسمها هو إحنا الغاية منا، إحنا درنا انتخاب عليهم نكلمك توا حاليا بلغة العامية، يعني أهم حاجة إن إحنا درنا انتخاب، اسمنا وصلنا للمرحلة للنقطة هذه، مش مهم إنه هو أقبل الشعب إنه هو ينتخب أو لا، أهم حاجة إن إحنا وصلنا للمرحلة هذه، فهذه تكون بادرة كويسة يعني وممتازة. طيب كشاب أنت ومحامي أيضا في المجال القانوني، ما هي أولويات الحكومة في الأيام القادمة يعني من وجهة نظرك؟ أولوياتها مثلا يعني انت هنشوفي الاولويه ان هي تعمل على المصالحه، او ان هي مثلا تقدم خدمات للمواطن، او يعني شنو هي الاولويات منها؟ اهم شيء المصالحه، لان صراحه لو لم ما فيش مصالحه مش حتقيم يعني لا. لكن احنا لاحظت يعني دائما في كلام اغلب يعني حتى اللي في على راس الحكومه دائما كلمه الشرق والغرب، لان ناسيين ان احنا عندنا جنوب، دائما متجاهليننا الشيء هذا، فنين نشوف يعني الحكومة ضروري تكون لما ثلاثة قليمة الثلاثة، فأنا نشوفها الأولوية تكون المصالحة بغض النظر يعني السيولة والقصدي الحاجات الاقتصادية هذه كلها تجي مع الوقت، بس مع المصالحة. طيب طيب موضوع يعني تقديم يعني بعض الاشخاص الى المحاكم، خاصه لما قاموا يعني بالهجوم على طرابلس وقاموا ببعض الاشياء ومقابر الجماعيه وما الى ذلك، يعني انت كمحاميه هل تتوقع ان هذا الملف يكون سهل ويكون من اولويات الحكومه، او ان ربما يكون ملف ثانوي للحكومه الجديده؟ لا هو ملف سهل اذا وزع الاختصاص، يعني اذا كانت النيابه العسكريه كانت دي اختصاص النيابة، قصدي كل نيابة اخذت اختصاصها، لكن اللي صاير توا احنا السجون،
سجون يعني مش قادرة تفرق بين هذا عسكري وهذا شخص عادي، يعني العسكري يعرضوا فيه عن النيابة العادية يعني المدنية. فأنا نشوف فيه إنه هو ملف سهل لو قدروا يخصصوا بعض قصدي الأشخاص المختصين في المواضيع هذه ويعرضوها مع النيابة، لكن لكل ذي حق حقه. طيب شكرا جزيلا لك. يعني سؤال أخير، أعذروني سؤال أخير حيكون عن شهاب، رأيك في موضوع إقبال الانتخابات إذا كان هناك انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة، إضافة إلى كلمة نختم بها هذه الحوارية؟ والله أنا بإذن الله متفائل أمانة، يعني والله متفائل إن حتكون في انتخابات برلمانية، خصوصا زي ما قال أخي عبد الرحمن إن هناك ضغوطات دولية تمارس حاليا على المجلس الرئاسي الجديد، أيضا على حكومة الوحدة الوطنية، والمواطن حاليا أصبح واعي جزئيا بضرورة العملية الانتخابية. إضافة على السؤال اللي سألته للأخ عبد الرحمن بخصوص الانتخابات، يجب على المؤسسات المجتمع المدني أن تقوم بدورها الفعلي وهو توعية المواطنين بالدولة المدنية. الآن دورهم مؤسسات المجتمع المدني، الآن دور النشطاء في المجتمع المدني، دور المفوضية أن هي تتعاون مع جميع النقابات وتتعامل مع الجامعات وتتعامل مع النقابات الطلابية، لأن أكبر شريحة في المجتمع هي شريحة الشباب وجلها يرتكز في الجامعات والمعاهد والكليات التقنية. انت كان تبي عملية انتخابية تكون لها صدى واسع وتكون فيها مشاركة واسعة، اتجه للجامعات، وعي الطلبة اعمارهم تتراوح في الجامعة من 18 سنة ل 25 سنة، هذا بعد ما يطلع من الجامعة طول حيتوجه لاستحقاق انتخابي، فيفضل انك انت تتجه للجامعات. عفوا سؤالك الثاني خصوصا ايش قلت لي؟ يعني كلمة أخيرة نختم بها هذه الحوارية. والله نسأل الله ان يلم شمل الليبيين جميعا، نسأل الله ان يوحد صفوفنا ويلم شتاتنا، وان شاء الله يا رب نشوفوا دولة ليبيا دولة موحدة تحت راية موحدة للشرق للغرب للجنوب، ونجبحوا حكومة فعليا همها المواطن وتوفر أبسط سبل الحياة للمواطن، ونشبه مشاركة حقيقية سياسية للشباب. طيب شكرا جزيلا لكم. أنا يعني سعيد جدا أني تقابلنا معكم، كانت في حوارية رائعة جدا خاصة مع البرد، يعني إحنا قاعدين على البحر، فربي يعني يتقبل منكم جميعا. مشاهدينا الكرام، هذه كانت حوارية مع بعض الشباب، يعني عبد الرحمن كان معي، شكرا لك عبد الرحمن، أيضا شهاب شكرا لك يا شهاب، وكذلك أيضا خديجة شكرا لك. نلتقي بكم بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام في جولات أخرى ولقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.